السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع ظريف جدا، كل عليك ان انت ترفع مثلا ملف PDF ويبدأ يعمل اناليسيس ليه، وبعد كده يعمل لك خريطة ذهنية فيها كل الافكار اللي موجودة في الملف دوت، وبعد كده تقدر ان انت تشيره مع الاصدقاء او تطبعه زي ما انت عايز. يعني add your PDF generate mind map save it or share it. طيب اول ما دخلت اقول له مثلا ان انا اقول له ان انا عايز ابدا ملف جديد upload your PDF. عندك نوتس تقدر تحطها AI magic تديله الموضوع هو يبدا يعمل لك الملف البي دي اف. ونعمل له ابلود ونشوف بقى الملف هيبقى هنعمل له اناليسيز زي ايه. بول مابزيس فاعمل لنا المايند ماب بالشكل دوت للملف ده الموضوع الرئيسي، وبعد كده المواضيع الفرعيه منه وبنقسم منه المواضيع ديت. كل واحده فيهم تقدر تدوس عليها تشوف اذا كان فيها معلومات اكتر ولا لا. تمام، فلو احنا حاولنا ان احنا نعمل ملف زي كده مانوال هياخد مننا وقت كتير، فدي فكره كويسه. ممكن يكون مثلا كتاب علوم او كتاب جغرافيا، تمام، فهو رفعها وعملها بشكل كويس. ممكن اقول له ان انا عايز اترجمها مثلا للعربي فيبدا يشتغل على ترجمتها فاعملها لي بالعربي بالشكل دوت. تمام، طبعا انت ممكن يكون عندك تعديل فتكتب التعديل بتاعك. تمام، يعني مش ثابته، لا في ممكن تزود ممكن تنقص. تمام، ممكن تعمل مايند ماب جديده تعدل فيها، ممكن تشيرها بقى مع الاصدقاء، ممكن تعمل ايديت ليها. تمام، فاهو ايديت اهو الايديت سهل جدا. هو بيقول لي ابجريد تو انلوك ايديت فيتشر، يعني التعديل لازم تكون عامل لوحده نسخه بفلوس. ماشي، لكن عموما الموقع مذهل ان هو قادر يعمل لي حاجه بالسهوله ديت، وممكن نعمل شير او ممكن نعمل شير. طبعا ده دعايه ليهم فهتلاقي سمح بيها. تمام، تقدر تشيرها على اكتر من مكان. بس كده، توكلنا على الله.